انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم السبت اللي فات، يعني أول امبارح حضراتكم، يوم 13 يناير 2024، كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ 34، كأس الأمم الأفريقية لسنة 2023. هتستمر من يوم السبت اللي فات اللي هو 13 حضراتكم يناير لغاية 11 فبراير 2024. اسمحوا لي هقرا لكم شوية معلومات كده سريعة عن كأس الأمم الأفريقية. عقدت لأول مرة عام 1957 بالعاصمة السودانية الخرطوم. منذ عام 1968 أصبحت تقام بكل عامين. المنظم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. الأكثر تتويجا هي مصر. سنة 1957 و59 و86 و1998 و1996 و2006 و2008 و2010، سبع مرات هي يعني ايه اللي فازت باللقب، سبع مرات. سنة 1957 كانت ثلاث دول فقط، مصر والسودان وأثيوبيا، هم اللي كانوا بيلعبوا مع بعض بس، واخد بال حضراتكم؟ شوية معلومات لذيذة جدا. تضم 24 فريق. مصر كانت تشارك في الأيام ما كانت اسمها الجمهورية العربية المتحدة ما بين عام 1958 و1961. يشرفنا في الاستوديو الناقد الرياضي استاذ وائل سامي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك كابتن اشرف، مبسوط ان مع حضرتك وفي هذا المبنى العريق. مبنى ربنا يخليك يا استاذ وائل، منورنا يا فندم. منورك يا فندم. انا قلت في المقدمه انه ال 105 مليون مواطن مصري امبارح ناموا وهم ما كانوش مبسوطين، عندهم حاله احباط بسبب التعادل اللي حصل ما بين منتخب مصر ومنتخب موزمبيق. تعليق حضرتك كده بشكل عام قبل ما نخش في التفاصيل. دي حقيقه. الحقيقه طبعا نتيجه غير متوقعه وأداء غير متوقع من منتخب مصر أمام منتخب متواضع زي منتخب موزمبيق بلا تاريخ. منتخب موزمبيق مشارك في بطولة الأمم الأفريقية خمس نسخ ماضية، خرج من دور المجموعات في جميع النسخ، وكانت آخر مشاركة له سنة 2010 ولم يحقق أي نتائج. وبالمناسبة التعادل اللي حصل مع منتخب مصر امبارح دي كانت أعلى نتيجة حصل عليها هم تقريبا ما كانوش مصدقين ان هم تعادلوا مع مصر. حضرتك شفت الفرحه طبعا، اكيد. منتخب مصر طبعا تاريخ كبير جدا، منتخب اتعادلوا بدون قطع كلامك مع منتخب مصر اللي فيه محمد صلاح وتريزيجي والنني والناس الحلوين كلهم. حتى يعني مش هنتكلم عن المحترفين، حتى مجموعه اللعيبه المحليين اللي في منتخب مصر كلهم نجوم في انديتهم طبعا، وكلهم متنقيين من اكبر انديه مصر طبعا، اهلي زمالك بيراميدز وغيرهم. ده حقيقي. اهلي زمالك بيراميدز بيشاركوا في بطولات افريقيا، الاهلي لسه راجع من كاس عالم، كل لعيبته جاهزه المحليين. طبعا التعادل كان صادم للجمهور المصري، خاصة ان منتخب مصر الحقيقة اتوفر له كل عوامل النجاح، وكان يهمنا جدا الانطلاقة تبقى قوية. ولكن خلينا نقول ان مش دايما المقدمات بتعبر عن النتائج، خاصة في كرة القدم. احنا البطولة الماضية احنا تقريبا خسرنا اول ماتش امام نيجيريا، نسخة البطولة الماضية، وفي النهاية وصلنا للنهائي، وصلنا فاينل. نعم. تمام. فالمقدمات لا تعبر دائما عن النتائج خاصة في كرة القدم. ولكن الصدمة ان كان امام منتخب الكل كان يأمل ان منتخب مصر يعمل سكور عالي جدا امامه، يعني اقل نتيجه امام موزمبيق اقل نتيجه كانت على الاقل 3-0، يعني ده اقل حاجه. في ناس راحت لابعد من كده في النتيجه. طب انت شايف حضرتك ليه احنا ما حققناش اللي كلنا كنا متوقعينه زي ما حضرتك بتقول، اللي هو النتيجه تبقى 3-0؟ ليه؟ لاسباب كتير جدا. طبعا البدايه الخاطئه لفيتوريا، مستر فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر. بداية طبعا تشكيل غير متوقع، صلاح بيلعب في مكان مش مكانه، صلاح بيلعب تقريبا مهاجم خلف مصطفى محمد، واحمد زيزو طبعا لعب مكان صلاح، علاوة على ان احنا كان عندنا ثغرات دفاعية، وكان في عدم توازن في المنتخب غريب اول مرة اشوفه ولا يليق ابدا بمنتخب مصر، خاصة ان احنا زي ما قلنا احنا كل لعبتنا نجوم. لو قارناهم بلعيبة موزمبيق طبعا ما فيش مقارنة. انت عندك افضل جناح في العالم محمد صلاح، بتلعبه في مركز غير مركزه. محمد صلاح في ليفربول بيعتمدوا عليه اعتماد اساسي في مركزه،
ونجاحاته وارقامه كلها حققها من خلال مركزه الاساسي. طب انا منين بطوله كبيره زي كده العبه في مركز غير مركزه؟ هل المدير الفني كان يقصد انه يشتت المنتخب اللي قدامه؟ هو الحقيقه هو شتتنا احنا. لما ينقل محمد صلاح لمركز تاني غير المركز اللي بيلعب فيه؟ التجارب يكون ده هدف يديله العذر. انا كان عندي تجارب وديه قبل الماتش الرسمي، كنت ممكن اجرب اشوف. انما يعني كان مستر يورجن كلوب في ليفربول مثلا اعتمد على صلاح في الحته ديت، ده ما حصلش. فانا ليه اجازف في ماتش رسمي قدام موزمبيق منتخب زي ما قلنا متواضع؟ طبعا له كل احترام والتقدير، وبالمناسبه احنا برضو مش هنقلل من المجهود اللي بذله منتخب موزمبيق قدام منتخب مصر. كانوا منظمين وكان في حاله توازن وامتلاك لمنطقه وسط الملعب بشكل جيد جدا، وكان في سرعات وحقيقه استغلوا الثغرات اللي كانت في صفوف منتخب مصر الدفاعيه. والحقيقه يعني انا مش عايز اقلل منهم، وفي نفس الوقت برضو انا بلوم على لعيبه منتخب مصر. طب خلينا نكمل الاجابه على السؤال، ليه حصل كده امبارح؟ حضرتك قلت لي انه محمد صلاح مش بيلعب في مكانه، وانني برضو في مش مكانه، يعني ايه تاني؟ كان في حاله بطء في نص الملعب في منتخب مصر ما بين حمدي فتحي ومحمد النني. كان عندنا على الدكه مروان عطيه عامل ماتشات كبيره جدا مع النادي الاهلي ولعب كاس عالم مع النادي الاهلي، وانا احتفظت بيه على الدكه. بالمناسبه حاجه تانية يعني من وجهه نظري انا الشخصيه، عفوا، انا افضل دايما تريزيجيه يبقى احتياطي، ينزل في الشوط الثاني. دايما بينزل تريزيجيه في الشوط الثاني بيكسر الدنيا بلغه الكوره زي ما بيتقال، ولا اعتمد عليه اساسي. انا دي وجهه نظري الشخصيه، وشفنا على فكره ده قبل كده كتير زي حضرتك، زي محمود كهربا كده في الاهلي. لما بينزل زي شيكابالا في الزمالك، بينزل لما بينزل احتياطي بينزل في الشوط الثاني دايما بيصنع الفارق. انا دايما يعني افضل تريزيجيه يبدا من الشوط الثاني، علاوه طبعا على ان تغييرات يعني فيتوريا ما ادركش الاخطاء دي الا متاخر، ولما ادركها ما صلحهاش كلها. يعني هو دفع باحمد بكوكا في الشوط في نهايه الشوط الثاني، وكان عنده كهربا بره. نعم، احمد حسن كوكا ما صنعش الفارق، وتقريبا ما لمس الكوره كتير او ما حسيناش بيه. وكهربا شعله نشاط وحيويه بره على الدكه، لو حضرتك كنت شفت، والمشاهدين طبعا كلهم شافوا حماس كهربا والحاله اللي كهربا بيعملها في الملعب. الحقيقه لو كان اعتمد عليه بشكل كبير واداله فرصته كان هيصنع الفارق. علاوه طبعا على ان في بعض الاخطاء الدفاعيه اللي حصلت نتيجه عدم تركيز، عدم تجانس. يعني كنت افضل مثلا ان احنا ما نبداش البدايه دي من خط الدفاع. يعني مثلا محمد هاني، رغم احترامنا له ومجهوده الكبير مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر بالمناسبه في الماتش امام موزمبيق، ولكن كان اخطا كتير وعرضياته ما كانتش متقنه. وانا عندي بره البديل الجاهز اللي هو بيلعب في اكتر من مركز. كنت ممكن استعين مثلا بعمر كمال عبد الواحد. الناحيه الثانيه في محمد حمدي لاعب بيراميدز، وهو برضه لاعب واعد بالمناسبه وعمل مجهود كبير امبارح. كنت ممكن استعين باحمد فتوح صاحب الخبرات الافريقيه الكبيره، يعني أنا بيصول شايف ويقول بطول الملعب. ونفس الكلام عمر كمال عبد الواحد، بيلعب في اكتر من مركز، دفاع وسط هجوم، والعرضيات سواء عند فتوح متقنه جدا وشفناها في ماتشات كتير، وفي نفس الوقت عمر كمال عبد الواحد. انا شايف حضرتك مركز على انه كان في لعيبه تانية ممكن ننزلها طبعا بشكل قوي تعمل طبعا فرق طبعا. غير هذا الموضوع في حاجه تانية طبعا؟ سبب ان احنا طلعنا 1-2 نتيجة؟ بص، خليني اقول لك ان منتخب مصر برضو انا بلوم على اتحاد الكورة. كان من المفترض ان انا اسافر قبل البطولة بوقت كافي
عشان اتاقلم، اللعيبه تتاقلم على المناخ هناك. احنا شفنا امبارح ارتفاع درجات الحراره والرطوبه كبيره جدا، او رطوبه وكده، لعيبه والاجهزه الفنيه شفنا مشاهد تدل على ان فعلا اللعيبه كانت يعني بتعاني بتعاني في الملعب ونتيجه ارتفاع درجه الحراره والرطوبه. اللي تلاشى القصه ديت منتخب المغرب. منتخب المغرب سافر قبل البطوله بوقت كافي جدا، سافر قبل البطوله ب 11 يوم. احنا صحيح لعبنا ماتش ودي امام تنزانيا قبل البطوله، ولكن مش ده التاقلم والتجانس اللي احنا عايزينه. لا، انا اروح هناك اشوف الاجواء اللعيبه، ده اللي بيحصل في قبل البطولات الكبرى. اروح هناك بوقت كافي وما استعجلش، اللعبه تتاقلم على المناخ وعلى درجات الحراره والرطوبه. كل لعيبه مصر المحليين او المحترفين مش متعودين على اللعب في المناخ ده بالمناسبه. نعم. فده برضو كان عامل مهم جدا في ان المستوى البدني عند لعيبه مصر هبط بشكل كبير على خلال المباراه عموما من بدايتها بالمناسبه. فده برضو كان عامل كنا احنا المفروض نشتغل عليه، او علاوه طبعا على ان انا برضو يعني انا حسيت ان مستر فيتوريا ما درسش كويس منتخب موزمبيق. لازم قبل المباراه المصريه ديت ادرس المنافسين بتوعي كويس جدا، شوف نقاط القوة. استهترنا بقوته، دي حقيقة، استهترنا بيهم وبقوتهم، وهم بالنسبة لهم هم برضو بلغة الكورة جعانين وعايزين يعملوا تاريخ. ما عندهمش تاريخ وعايزين يعملوا تاريخ، وعارفين ان هم بيلعبوا منتخب مصر الفراعنة، المنتخب الأعلى تتويجا بالبطولة، سبع بطولات لم يز... يعني احنا الوحيدين اللي منفردين بالرقم الكبير ده. فطبيعي لازم لعيبة موزمبيق يكونوا في حالة فرحة، مش مصدقين ان هم حققوا نتيجة. كابتن وائل، ال 24 منتخب او ال 23 منتخب، هل المنتخبات التانية دي عندهم عدد كبير زي مصر لعيبة بتلعب في نوادي ذو سمعة عالمية؟ طب انا هديك مفاجأة، يعني احنا عندنا بسم الله ما شاء الله عدد بيلعب جاي لنا من بره بيلعب في منتخب مصر، عددهم مش قليل. انا ما عدتهمش. تمانية. وكل واحد بيلعب في اوروبا وبتاع وحاجه عظيمه. تمانية. هل في منتخب تاني من ال 23 التانيين اللي بيلعبوا في كاس امم افريقيا 2023 عندهم هذا العدد؟ طب انا هقول لحضرتك مفاجاه. لك ان تتخيل ان منتخب مصر الاقل اعتمادا على المحترفين في المجموعه بتاعتنا فقط. يعني منتخب موزمبيق مع كامل الاحترام له عنده، انا معايا الارقام مسجلها. منتخب كاب فيردي اللي هو حقق مفاجاه، طبعا اكيد هنتطرق له. منتخب كاب فيردي الراس الاخضر اللي هو حقق مفاجاه امام منتخب غانا وهزمها، عنده 26 لاعب محترف ولاعب واحد فقط محلي. محترفين كلهم محترفين، واحد لاعب فقط محلي. منتخب غانا ثلاث محليين و24 محترف. يعني عندهم محترفين اكتر مننا اساسا طبعا. منتخب مصر 8 محترفين و19 محليين. خليني اقول لحضرتك على موزمبيق. موزمبيق 10 لاعبين محليين و13 لاعب ينشطون في الخارج. بمعنى ينشطون في الخارج اللي هو في دوريات ما هياش كبر قوي، ولكن بره موزمبيق. طب والمغرب وتونس والجزائر وعندهم اغلبهم طبعا، اغلب لعيبه المنتخبات دي في اوروبا طبعا طبعا طبعا. احنا انا عايز اقول لحضرتك بس احنا دي مش حجه او ده مش مبرر للي حصل امبارح. اللي حصل امبارح ده رغم كده، بعد اذن حضرتك بدون قطع كلامك انا اسف يعني، ورغم كده احنا اكتر منتخب في التاريخ كاس الامم الافريقيه واخدين سبع مرات لقب، وان شاء الله ان شاء الله هنرجع ان شاء الله، إن شاء الله هنرجع بالنجمه السمنه ان شاء الله. مش عايزين نقلق نزعل ونتضايق، انما مش عايزين نقلق على مستقبل المنتخب ان شاء الله في هذه البطوله. مش حكايه زعل ولا متضايقين، احنا عايزين بس ان نتناقش مع بعض عشان نوصل انه ايه الخطا اللي كان عندنا عشان نتداركه في الماتشات اللي جايه. احنا الماتش الجاي ان شاء الله بس يوم 18 يناير 2024 مع غانا، ومصر مع الراس الاخضر 22 يناير 2024 القادم ان شاء الله. انت شايف احنا المفروض نعمل ايه مع غانا ومع الراس الاخضر؟
ماتش غانا ده بالنسبة لمصر حياة أو موت. هي بالمناسبة هزيمة غانا أمام الرأس الأخضر قلبت المجموعة قلبت المجموعة رأسا على عقب، يعني خلفت كل التوقعات. كل الناس كانت بتقول إن مصر هتكسب موزمبيق بأريحية وبنتيجة، وكل الناس كانت بتقول إن غانا هتكسب الرأس الأخضر بنتيجة وأريحية. اللي حصل إيه؟ منتخب مصر تعادل تعادل غير متوقع أمام موزمبيق، ولولا طبعا لطف القدر والفار وضربة الجزاء اللي محمد صلاح سددها كنا للأسف كنا ممكن نخسر، ودي علينا 3 نقط. الحمد لله احنا طلعنا بنقطة، وهنبص نص الكوباية المليان تمام. احنا كسبانين نقطة صحيح، لأن احنا كنا ممكن نخسر الثلاثة صحيح، فاحنا كسبنا نقطة. في المقابل منتخب غانا اللي كان كل بتوقع ان هو يعني يسحق الرأس الأخضر خالف كل التوقعات أيضا، وخسر بشكل غير متوقع أمام، فأصبحت مواجهة مصر لغانا مصيرية. بالمناسبة للمنتخبين لازم تكسب. مصر هتدخل ماتش غانا ديت لا بديل عن الفوز، والمباراة لا تقبل القسمة على 2، ونفس الكلام منتخب غانا داخل موقعة منتخب مصر، أنا مسميها موقعة لأن دي أصلا يعني تعتبر ماتش قمة قمة أفريقية. ومنتخب غانا لازم ما عندوش بديل تاني غير الفوز، لو خسر قدام مصر يبقى خسر كده مباراتين ويعتبر شبه ودع البطولة. إلا بقى ننتظر بقى القصة بقى أفضل سوالس والحدوتة ديت، مش عايزين إحنا كمنتخب مصر ندخل فيها. دي حزمة بيرما، وإحنا طبعًا أكبر من كده طبعًا، إحنا أكبر من إحنا نصعد طبعًا أول أو تاني بالكتير، إنما ننتظر لأفضل سوالس دي مش بتاعة مصر إن شاء الله، يعني مش هنوصل للمرحلة دي. فماتش غانا ماتش مصيري، ماتش حاسم. وبالمناسبة غانا من المنتخبات الأفريقية القوية جدا، ولكن مبارياتها ونتائجها قبل بطولة أمم أفريقية للمتابعين لمنتخب غانا ما هياش القوية، ما هياش غانا بتاعت زمان، رغم ان هو يعني في محترفين وفي سرعات وفي مهارات كبيره عندهم جدا، عندهم عدد كبير برضه، بس عندهم بالظبط عندهم نقاط ضعف، عندهم حارس مرماهم ضعيف وظهر امبارح بشكل متواضع جدا. المهم احنا كمنتخب مصر نتدارك اخطاء ماتش موزمبيق سريعا، الوقت ضيق، ونحط هدف قدامنا ان احنا ان شاء الله نكسب غانا. وبالمناسبه احنا نقدر نكسب غانا، واحنا اساسا كعبنا عالي على غانا بلغه الكوره، يعني احنا دايما بنتفائل قدام غانا وبنحقق قصادها نتائج ايجابيه. طيب بالنسبه لحامل اللقب في 2021 اللي هو السنغال، تمام، شايفهم ازاي في هذه الدوره او في هذه البطوله ان شاء الله؟ السنغال الحقيقة الفترة الأخيرة السنوات الأخيرة يعني حققت نتائج كبيرة جدا، هو حامل لقب البطولة ومرشح على فكرة، مرشح الأول، بما أنه حامل اللقب يبقى مرشح رقم واحد لحمل لقب البطولة. طبعا صعد كأس عالم على حساب مصر، وأخذ بطولة أفريقيا برضه على حساب مصر النسخة الأخيرة اللي كانت في الكاميرون. فالسنغال منتخب قوي جدا، مدرب بتاعه مدرب وطني مستر أليو سيسي، في تجانس وفي انسجام ما بينه وما بين لعيبته، والإعلام السنغالي مهتم جدا بالبطولة وبيحلم طبعا بتكرارها للمرة التتويج بها المرة الثانية على التوالي. بمناسبة هرجع بس الحتة كده، بمناسبة ان يعني في كذا اكتر من منتخب كبير ومرشح للفوز بالبطولة، ده كنت لسه هسألك عشان انا عندي هنا كل المجموعات، المجموعة الاولى والتانية والرابعة والخامسة والستة موجودين عندي، فانت شايف مين من المنتخبات ال 24 دول مرشحين فعلا لللقب غير طبعا بلدنا مصر؟ طبعاً ان شاء الله يعني ما فيش شك باذن الله تعالى يا رب، بس مين اللي برضو شايفهم لعبوا بشكل قوي؟ احنا طبعا لسه في بدايه البطوله والامور برضو لسه مش واضحه، ولكن في مؤشرات طبعا وفي نتائج وفي ارقام. طبعا السنغال زي ما حضرتك لسه قايل اللي هو حامل اللقب، طبعا المغرب طبعا المغرب صاحبه النتائج المدويه في كاس العالم الاخير، أول منتخب أفريقي يصعد مربع ذهبي في كأس العالم منتخب المغرب صحيح، تحت قيادة فنية وطنية
وليد الركراكي. انا كنت بس عايز اقول كلمه بس ان افضل نتائج لمنتخب مصر حققها كانت تحت قياده المنتخب الوطني. يعني البطولات اللي حضرتك لسه ذاكرها اللي مصر فازت بلقبها 2006 2008 2010 كانت تحت قياده كابتن حسن شحاته لو حضرتك تتذكر. طبعا كلنا عارفين. صحيح. وورا بعض كمان. وورا بعض. ويعني ثلاثيه ذهبيه لم يسبقه اليه اي مدرب في تاريخ افريقيا بالمناسبه كابتن حسن شحاته. تمام. وقبلهم كانت بطوله سنه 98 كانت في بوركينا فاسو، كان طبعا مع الراحل الكابتن محمود الجوهري. صحيح. ومصر طبعا فازت باللقب. فعندنا اكتر من منتخب طبعا مرشح للفوز بالبطوله، السنغال، المغرب، نيجيريا. بالمناسبه نيجيريا قيمه تسويقيه للاعبين والتيم كله رقم واحد في افريقيا كقيمه تسويقيه، ارقام رقم واحد في قيمه تسويقيه. بمعنى اسعار لعيبتها، قيمه الماليه للاعب. تمام. عندنا سنغال، المغرب، نيجيريا، الجزائر، منتخب مهم جدا، منتخب قوي جدا، وانا شخصيا من المنتخبات اللي بحب لعبها. طبعا احنا طبعا مصر دي يعني بره الكلام، احنا مصر ان شاء الله احنا واثقين ان شاء الله ان مصر الله هترجع بالكاس السنه ان شاء الله. بالمناسبه عايز اقول ان الدوله ما قصرتش مع منتخب مصر. صحيح. في اي شيء. صحيح. ويكفي زياره رئيس السيسي للمعسكر منتخب مصر في كان في المدينه الرياضيه بالعاصمه الاداريه، دعم كبير جدا دعم من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. دي حقيقه. واللعيبه والجهاز الفني قبلوا هذه الزياره بسعاده كبيره جدا وحماس شديد جدا، والرئيس كان كلامه واضح ان مصر تستحق البطوله السامنه والتاسعه والعشره، وقال لهم كده نصا، والدولة كلها خلف منتخبنا على اعتبار منتخب مصر قوة ناعمة كبيرة للدولة المصرية، ولازم تبقى صورة مصر أفضل من الشكل اللي احنا شفناه امبارح. وزي ما قلت حضرتك في البداية المقدمات إن شاء الله لا تعبر أبدا إن شاء الله على النتائج، والمهم تدارك الأخطاء في المباريات الجاية إن شاء الله. إن شاء الله يوم الخميس عندنا منتخب غانا، ونتمنى طبعا التوفيق لمنتخب مصر في. طب نرجع تاني للسؤال الاولاني اللي انا سالناه في بدايه الحلقه النهارده. طب. ايه الاخطاء اللي احنا لازم نتدرجها مع في غانا والراس الاخضر؟ فورا قولا واحدا ارجع محمد صلاح مكانه كجناح ايمن. جناح ايمن. عشان بيلعب ايسر. انا عندي افضل جناح في العالم. ليفربول بجلاله قدره بيعتمد عليه في هذا المركز. صحيح. كل صحيح. ارقام محمد صلاح اللي حققها وكل البطولات اللي خدها مع ليفربول كان في من هذا المركز. يطلع قدام يرقص برجليه الشمال شمال بتاعه ويروح حاططها بالشمال. بالظبط. انا حطيت مكانه امبارح احمد سيد زيزو. بالمناسبه انا ظلمت زيزو كمان ان كده يعني زيزو يعني صلاح ما قامش بدوره. تمام. فصلاح امبارح لعب مهاجم خلف مصطفى محمد. انا كده ظلمت صلاح، انا ما شفتش صلاح. بالمناسبه رغم ان الناس في انتقادات كبيره على مستوى على اداء محمد صلاح امبارح، محمد صلاح امبارح ما كانش وحش. بالمناسبه محمد صلاح لعب اكتر من كوره خطيره وعامل اسيست لمصطفى محمد، ولكن للاسف ضيعه، وهو اللي جاب ضربه الجزاء برضه، دي يعني يحسب هدف. بالمناسبه رقم كده هقوله بس على هامش كلامنا، يعني محمد صلاح بهدفه امبارح كان اللاعب المصري الوحيد اللي سجل في اربع بطولات افريقيه ورا بعض. 2017 في الجابون سجل، 2019 في مصر سجل، 2021 في الكاميرون سجل، النهارده في البطوله الحاليه في كوتيفوار سجل. محمد صلاح اللاعب المصري الوحيد اللي سجل في اربع نسخ بطولات افريقيه. تمام. على التوالي. تمام. نرجع تاني. دي حاجه. الحاجه الثانيه نرجع محمد صلاح مركزه مكانه طبعا مكان. قولا واحدا. طب والباقي نعمل ايه؟ زيزو انا شايف من وجهه نظري ان هو مش في افضل حالاته. والزملكاويه اللي هم بيعشقوا زيزو ومؤمنين بقدراته، وانا واحد من الناس اللي بستمتع بلعب زيزو حقيقي، بس هو مش في افضل حالاته. ماتشات الزمالك الاخيره اثبتت الكلام دوت، مش مجرد كلامي. انا شايف ان زيزو يعني الماتش اللي جاي ما يبداش اساسي، محمد صلاح يرجع مكانه، والهجوم يبقى مصطفى محمد، الناحيه الثانيه يبقى عمر مرموش، وزي ما قلت لحضرتك اخلي تريزيجيه
احتياطي. تمام؟ وانزله مثلا في الشوط الثاني او اخر الشوط الاول. كورقه رابحه معايا انزل تريزيجيه يقلب لي الموازين ويغير لي الدنيا خالص عندي في المباراه للافضل طبعا ان شاء الله. خط الدفاع يعني دي برضو وجهه نظر الشخصيه يعني. امبارح احمد حجازي طبعا تاريخ كبير وخبره كبيره ما حدش فيش اختلاف عليه، ولكن انا عندي بره عندي ياسر ابراهيم موجود في الدفاع برضو لاعب اساسي مع النادي الاهلي، والمباراه الاخيره اثبتت قد ايه هو لعيب كبير ولعيب دولي ولعيب كله حماس واعتمد عليه. والاهم من ده انه في كيمياء وفي تجانس وفي روح كده بينه وبين محمد عبد المنعم. احنا امبارح شفنا حجازي جنب محمد عبد المنعم في حاله توتر كده بينهم، داخلين في بعض وخبطوا في بعض ما كنتش فاهمها. فمن الوارد عشان ده مثلا يمكن اول ماتش مثلا يجمعهم او ماتش رسمي بعد فتره طويله من عدم اللعب مع بعض، قد يكون ده وارد. فانا شايف ان برضو ياسر ابراهيم انا مهم ان انا اعتمد عليه في خط الدفاع. هو انا بص يا كابتن اشرف، انا مش لازم اعتمد على الاسماء او المحترفين، انا اعتمد على الجاهز. دي ما تعبنيش، ما تقللش ولا تقلل من المحترف ولا يعني بالعكس. انا وجهه النظر الصح واللي مدربين اوروبا واي مدرب بيمشي بيها الجاهز، لعيب الجاهز صحيح. انا ما يعني انا هجيب محترف مثلا قاعد على الدكه في 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 فريق اللي هو محترف فيه، العبه ازاي؟ العبه ازاي اساسي؟ فاهمني؟ فدي نقطه ان انا اعتمد على اللعيب الاجهز. فده خط الدفاع زي ما قلت حضرتك. طبعا الشناوي ده طبعا ده برضو زي صلاح كده بالنسبه لي، ده ممنوع الاقتراب. محمد الشناوي حارس المرمى ربنا يحميه، حارس كبير جدا صحيح، سواء للنادي الاهلي او لمنتخب مصر. شال كوره امبارح كانت تجون جون يعني الحمد لله ربنا ستر. مركز قوي، ملتزم داخل الملعب وخارج الملعب، وقدوه لزمايله، ودايما بيوجه خط الدفاع محترم جدا. فالشناوي لا بديل عنه، حارس اساسي قدامه طبعا محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، عمر كمال عبد الواحد، احمد فتوح. احمد فتوح عمر كمال عبد الواحد زي ما قلت حضرتك بيجيدوا اللعب في اكتر من مركز، اختراق حتى الامام والعوده للدفاع. وبالاضافه طبعا لاتقان العرضيات. مصطفى محمد جعان كوره، عايز جناحين يخدموا عليه، عرضيات يخدموا عليه، يجيد اللعب بالراس، وسجل اهداف كتير في الدوري الفرنسي طبعا بالراس. فدي ميزه عندنا احنا ما عرفناش نستغلها امبارح. طب وكهربا؟ كهربا ورقه رابحه، انا ما بقولش ان احنا نعتمد عليه اساسي، ورقه رابحه طبعا. لو هنعتمد عليه يبقى برده في الشوط الثاني. واحمد حسن كوكا يعني اكيد له دور جاي، بس مش في الماتش، مش في الماتش اللي جاي، مش في ماتش غانا. انا عاوز في ماتش غانا اعتمد على اللعيبه اللي هم عندهم حماس، اللعيبه الجاهزين، اللعيبه اللي هم عايزين يصنعوا مجد سواء لمنتخب بلدهم او مجد شخصي لهم. عندهم حماس بالظبط، بس هم كلهم عندهم حماس يعني كلهم عايزين يثبتوا وجودهم، كلهم حماس. عايزين يعني يكسبوا، كلهم كده يعني ده المفروض. وبالفعل هم بالفعل كده. انا مش بقلل من حماسهم ومش بقول ان في تراخي، لا انا بقول في حاله تشتيت وعدم تركيز نتيجه البدايه الغلط، التشكيل اللي هو ما كانش متوقع. انا لك انت تخيل ان انا يمكن تغيير مركز صلاح ده ممكن كنت حضرتك بتقول لي في الاول يمكن يكون عاوز فيتوريا يشتت الخصم. حضرتك ده شتتنا، ممكن يكون ده برضو يعني ليه؟ انا لغايه النهارده ليه؟ يعني على فكره كل المحللين وكل السوشيال والناس كلها بتتكلم ليه صلاح ما كانش بيلعب في مكانه؟ مع ان انا برضو عندي لاعب كبير جدا في الاحتياطي طبعا مروان عطيه، ده ما ينفعش يقعد احتياطي ابدا. لازم يبقى لاعب اساسي ان شاء الله في الماتش اللي جاي. لعيب جاهز ولعب مع الاهلي كاس عالم، ولعيب جريء سواء في لو هيروح للجوانب الهجوميه او في التزامه الدفاعي، لا يهاب، عنده شخصيه جوه الملعب. فلا بد ان انا اعتمد بشكل كبير على مروان عطيه في المباراه القادمه ان شاء الله.
مع ان انا برضو انني يعني لعيب كبير وكل حاجه، ولعيب خططي بالمناسبه، بيجيد استلام الكره ويسلمها كويس. محتاج ان انا يعني برضو يبقى في جلسات منفرده كده مع اللعيبه، كل لعيب لازم يعرف اخطائه. انني امبارح ما كانش في افضل حالاته رغم ان هو لعيب كبير جدا، على الرغم ان هو برضو في ارسنال احتياطي مش اساسي، ولكن كون ان هو يدخل قائمه ارسنال الانجليزي ده دليل ان هو طبعا لاعب كبير جدا، ما فيش اختلاف عليه، واحنا عارفين ان هو لاعب كبير، ولكن امبارح ما كانش في مستواه. فلازم سريعا عقد جلسات مع كل لاعب لازم يعرف اخطائه ويشتغل على تصحيحها، لان المباراه الجايه فعلا لا تقبل القسمة على اثنين، الماتش هيبقى قوي جدا. وطبعا نتمنى الفوز لمنتخبنا عشان يبقى في اريحيه، نستعد بقى للماتش اللي بعده الرأس الأخضر إن شاء الله يوم الاثنين اللي جاي، وربنا يكرمنا إن شاء الله ونصعد أول أو تاني المجموعة بكتير إن شاء الله. واحد من معلومات حضرتك أثناء البحث عن ما يتعلق ببطولة كأس الأمم الأفريقية، أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن زيادة نسبة 40% في الجوائز المالية للكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023. طب انا عندي سؤال سريع كده لحسن، خلاص احنا بننهي تقريبا الحلقه، هو ليه احنا بنلعب 23 دلوقتي من ان احنا في 24؟ معلش السؤال ده يعني كان عايز نفسي اعرفه. بص، هو كان في يعني كان في تضارب في المواعيد في البطولات عموما، كاس عالم، بطوله اوروبا، بطوله امم افريقيه. فالكاف فضل ان هو يخلي بطوله الامم الافريقيه في الاعوام الفرديه يعني لو حركت 2017 جابون، 19 مصر، 21 كاميرون، النهارده 23. صحيح، بس هم بيفضلوا ان هم يلعبوها في الشتاء في بدايه السنه عشان منعا للتضارب المواعيد مع الدوريات الاخرى اللي شغاله، طيب بحيث انه يحصل الفائز الاول على مبلغ 7 مليون دولار امريكي، والوصيف على 4 ملايين دولار امريكي، ويحصل المتأهلين إلى نصف النهائي على 2,500,000 دولار أمريكي، وكل من المتأهلين إلى ربع النهائي الأربعة على 1,300,000 دولار أمريكي. اضرب بقى الدولار في كام؟ تعدش إن شاء الله، إن شاء الله هيكون، إن شاء الله هيكون من نصيبنا لسبعة مليون دولار. إن شاء الله، إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، يعني حاجة أخيرة بسرعة. إحنا عندنا في منتخب مصر قد تكون، وانا لا اتمنى، دي البطوله الاخيره لمحمد صلاح مع منتخب مصر، ارتفاع سنه، قد تكون البطوله الاخيره لحارس زي محمد الشناوي برضه لارتفاع سنه. تمام. واكتر من لاعب في احنا معدل الاعمار عندنا في منتخب مصر كبير. اكيد. فالمفروض تبقى اللعيبه ان شاء الله، ده اكيد في ذهنهم، وان شاء الله تاريخ. ان شاء الله يعملوا تاريخ. تمام. لان الجيل ده فعلا يستحق بطوله. استاذ وائل سامي الناقد الرياضي، شكرا لحضرتك يا فندم، نتمنى للمنتخب المصري ان شاء الله بالتوفيق باذن الله في الماتشين اللي جايين باذن الله. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا لحضرتك. ده كان يومنا في صفحه جديده، وبكره نفتح صفحات جديده في مستقبل بلدنا. تصبحوا على خير.